التسوية لجنود الاستبقاء 6/18 في الجزائر خطوة نحو العدالة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد. تعد قضية التسوية لجنود الاستبقاء في الجزائر موضوعا حساسا ومهما يشغل بال العديد من الأفراد في المجتمع. أين يشير هذا المصطلح إلى الجنود الذين انضموا إلى الجيش الوطني الشعبي الجزائري خلال فترة الحرب الأهلية الدامية التي شهدتها البلاد في الثمانينيات، وقد تعرضوا للتمييز والظلم حيث لم يتم تسوية وضعياتهم وتأمين حقوقهم بنفس الطريقة المنصفة التي تم تسويتها لزملائهم في الجيش. وفي الآونة الأخيرة شهدت الجزائر تحركات اجتماعية واسعة تطالب بتسوية وضع جنود الاستبقاء وتحقيق العدالة لهم، فالتسوية هنا تعني تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بهم ومنحهم حقوقهم المستحقة وتعويضاتهم العادلة والمناسبة. يعتبر التسوية لجنود الاستبقاء في الجزائر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد الجيش، فهؤلاء الجنود قدموا تضحيات كبيرة للجزائر في الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد، ولكنهم لم يحظوا بالاعتراف الكامل بجهودهم وتضحياتهم. من أجل تحقيق التسوية يجب على الدولة الجزائرية أن تتخذ إجراءات صارمة فعالة وعادلة لهم. أين يجب أن يتم إعطاء جنود الاستبقاء حقوقهم المعنوية والمادية المستحقة، وأن يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التمييز والظلم الذي تعرضوا له. على وزن على ذلك، يجب أن تقدم الدولة الجزائرية اعتذارا رسميا لجنود الاستبقاء عن المعاملة الظالمة التي تعرض لها، وأن تعلن عن التزامها بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد الجزائر. من الضروري أيضا إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات عن التمييز والظلم الذي تعرض له جنود الاستبقاء. يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال وتقديمهم للعدالة. يجب أن تكون التسوية لجنود الاستبقاء في الجزائر جزءا من جهود أوسع لتحسيس العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة في المجتمع. يجب أن يتم احترام حقوقهم جميع أفراد الجيش الوطني وضمان حياة كريمة وعادلة لهم بغض النظر عن توقيت انضمامهم إلى الجيش أو ظروفهم الشخصية. في النهاية، التسوية لجنود الاستبقاء في الجزائر تمثل تحديا حقيقيا يجب على الدولة أن تواجهه بجدية وتلتزم بتحقيق العدالة والمساواة. من خلال التسوية يمكن تصحيح الظلم الذي تعرض له هؤلاء الجنود وإعادة بناء الثقة بينهم وبين السلطات، ومن خلال تحقيق العدالة ستستعيد البلاد الاستقرار والوحدة والتضامن بين مكوناته المختلفة.